تيسبريس.com. هاي الازدجاج تعود مرة أخرى إلى الميادين، والميادين تعرفنا جيدا. اليوم نحتاج بناء على بلاغ المكتب الوطني الصادر 14 مارس 2024 والذي سطر من خلاله المكتب الوطني برنامجا نضاليا تصعيديا تمثل في البداية في إطراف وطني لمدة 140 ساعة خلال شهر مارس الماضي. واليوم نحن نجسد المحطة الثانية من البرنامج النظامي الذي سطره المكتب الوطني. الإخوة والأخوات، مرة أخرى نرحب بالجميع ونعلنها صراحة أننا اليوم نحتج ضد مكونات الحكومة بأكملها، لن نحتج ضد وزارة العدل، فكما هو معروف النقابة الديمقراطية العدل والنقابة الأكثر تمثيلية داخل قطاع العدل دخلت في مفاوضات ماراثونية مع وزارة العدل، والتي أفضت إلى توقيع على اتفاق مشترك يخص تعديل النظام الأساسي لكتاب الضبط الذي لم يعرف أي تغيير منذ سنة 2011. ومن خلال هذا المشروع للنظام الأساسي المعدل، وزارة العدل قامت بما عليها وأحالت المسودة المشروع على مكونة الحكومة وبالأخص لدى وزارة المالية والوظيفة العمومية. لكن إلى حدود الساعة ما زلنا ننتظر، ما زلنا ننتظر رد وزارة المالية، ومن هذا المنطلق تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية التي سطرها المكتب الوطني والذي سطر من خلال المحطة الثانية
640 ساعة لإضراب ومع تنظيم وقفة احتجاجية في اليوم الأول من الإضراب، وهي ابتدائية زنيد تلحق بالركب وتعبر مرة أخرى عن وعيها المسؤول وتشبثها المطلق بهموم وانشغالات موظفي في هيئة كتاب الضبط. إذن كتاب الضبط اليوم يحتجون ليس ضد الخدمات التي يقدمونها لمرتفق القضاء أو لمساعد القضاء، وإنما اليوم يحتجون دفاعا عن حقوقهم، يحتجون دفاعا عن حقهم المشروع في إخراج النظام الأساسي الجديد إلى حي الوجود. نحتج اليوم كما قلت سابقا ضد وزارة المالية، ولما لا ضد مكونات الحكومة التي بدأت تراوغ منذ أن تمت إحالة مشروع النظام الأساسي عليها، وإلى اليوم ما زلنا ننتظر ذلك. مرة أخرى تحية للرفاق والرفيقات على تلبيتهم الدعوة وبالصمود، والحقوق تنتزع ولا تعتبر كما يقال، فمزيدا من النظام مزيدا من التشبث. حقوقي دم في عروقي ولن أنسى ولو أعدموني. حقوقي دم في عروقي لن أنسى ولو على الجهات الحكومية المعنية، إلا أننا ولا ما عرفوش اللي حاضرين ولا طالعين، أو لأن وزارة المالية عندها معنا شي حساب. لقينا بأن وزارة المالية حكمت لينا هذا النظام الأساسي ما خلاش يدوز، وبالتالي عرقلته ما بغاش يدوز، رغم أننا في وزارة العدل لم يعرف هذا النظام الأساسي أو الوضعية المادية الاجتماعية والمادية لوزارة العدل لم تعرف أي تغيير منذ سنة 2011، وبالتالي فكنا احنا مقسمين من واحد عدد ديال الزيادات اللي كانوا، والا انا للاسف يعني نصطدم مع قرار ديال وزير الماليه او الحكومه بصفه عامه، لان خصها تحل المشكله ديالها في هذا الصدد، بانهم ما بغاوش يمروا لنا النظام الاساسي، وبالتالي الاشكال اللي عندنا حنايا مع وزاره الماليه، ومن هذا المنبر ندعو رئيس الحكومه انه يتحمل المسؤوليه ديالو، المسؤوليه الاداريه والسياسيه في هذا الملف ديال وزاره العدل، وخاصه يدخل كحكم في هذه المساله باش يحسم لنا الموضوع. سوا عصا سوا سكا الزرفان ولا بدا، 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 سوا عصا سوا سكا الزرفان ولا بدا. اذا هذا النقطه اللي هي صراحه مهمه عفوا. هذه القرار لكم.